وينضم إلينا دكتور محمد الدمرداش، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعهد العالي للتعاون الزراعي. الزراعة ركن أصيل من أركان جهود التكيف التي أدركتها الدولة المصرية منذ سنوات، وعملت على دعم هذا القطاع بكل الطرق، وخاصة استخدام الزراعة الذكية. كيف ترى الجهود المصرية في هذا الشأن؟ الحقيقة طبعا هو الجهود المصرية فيما يتعلق بالتغيرات المناخية متواجبة جدا مع الأحداث، لكن يعني التكيف أو يعني التكيف مع التغيرات المناخية محتاج جهود أكتر من ده شوية. ففيما يتعلق بحضرتك اللي أشرت إليه اللي هو تشجيع نهج الزراعة الذكية مناخيا، يعني هو يعني المنظمات الدولية محددة ثلاث أهداف. الهدف الأولاني إنك أنت بتحاول تزود الإنتاجية والدخل عشان تتكيف، عشان تزود الانتاجيه فانت تبقى عايز تطلع منتجات يعني تتوافق مع المناخ يعني. فده برضو بيحتاج بحث علمي وبتاخد شغل كبير جدا في هذا الموضوع. طبيعي بتحاول انبعاثات غاز الاحتباس الحراري، ده امر بقى مفروغ منه، الناس كلها بقت عارفاه، واعتقد التغطيه الاعلاميه اللي حصلت صحيح. في هذا المؤتمر كانت على مستوى عالي جدا، والناس بقت فاهمه ان في مشكله كبيره جدا يعني. فالنقطه الثالثه زي ما بيقولوا فيها اللي هو التكيف مع المناخ، بناء القدره على الصمود. يعني التكيف ليس معناه على وجه الاطلاق ان انا هوقف التغيرات اللي جايه، لا لا اطلاقا، هذا يعني الصمود في مواجهتها، الصمود في مواجهتها، التعامل معاه، التعامل مع التكيف معاه. يعني انا عندي مشكله في الميه لازم اتعامل مع الميه، عندي هيبقى مشكله في الملوحه يبقى بتعامل مع الملوحه احلها ازاي، عندي مشكله في نقص الانتاجيه يبقى بدور على البحث العلمي اللي يطلع لي اصناف تكون انتاجيتها عاليه. فده يعني ده التكيف. طب وبالنسبه يعني للقطاع الزراعي يا فندم؟ بالنسبة لقطاع الزراعة هو أهم قطاع. يعني يعني الفاو أطلقت في 2016 في أحد مؤتمراتها جملة مهمة، الناس يعني المناخ يتغير، كاتبة كده المناخ يتغير، الزراعة والغذاء يتغير مباشرة. يعني أنت أكل الناس بيتغير، تأثير كبير على الأمن الغذائي، تأثير على الأمن الغذائي فظيع جدا. وعلى فقراء العالم، على فقراء العالم. يعني التقرير بتاعة المنظمات الدولية على تأثير التغيرات المناخية على مستوى العالم الحقيقة مرعب، يعني يخوف جدا يعني، مش وخاصة الفقراء منهم يعني. فمطلوب الاستعداد لهذا الكلام بكافة الوسائل. الزراعة الذكية مناخيا ده يعني احنا بننادي ان يبقى فيه يعني بقى إعادة هيكلة وزارة الزراعة بما يتواكب مع هذا الحدث. طيب بالنسبة لتغير المناخ وإن احنا ممكن يتم إدخال بعض البذور المقاومة للتداعيات، ده هل دي أولوية؟ بعض الإيه؟ البذور، بعض إيه؟ البذور المقاومة لتداعيات التغير المناخ. البذور المقاومة، ماشي. هل دي أصبحت أولوية الآن بتتصدر جهود مواجهة التغيرات المناخية؟ طبعا بالتأكيد 100%. وأنا يمكن أعتقد يمكن الدولة المصرية بتسعى فعليا يعني الى انها توفر بعض يعني النباتات او الشتلات او البذور زي ما حضرتك بتقولي، اللي هي يعني تقدر تكون مثلا اذا كان عندي مشكله مثلا في ملوحه المياه تتحمل الملوح، اذا كان عندي في المشكله في الانتاجيه هتقل تتواكب مع الانتاجيه، لانه الخريطه الزراعيه لمصر هتتغير. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى المنطقه دي كانت معروفه بانتاج كذا لان درجه الحراره بتاعتها كذا وظروفها المناخيه كذا، ده هيتغير 100%. وبالتالي لازم الناس تتعامل مع هذا التغير، يعني ده بالتاكيد يعني. ومراكز البحث العلمي بتشتغل عليها بقى لها فتره كبيره يعني، مش لسه دلوقتي يعني. ويمكن برضو طلعت نتائج مش وحشه بالنسبه لمحصول زي القمح وكلام من ده. القمح ده من المحاصيل اللي هتتاثر جدا بالتغيرات المناخيه اكيد يعني. طبعا انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد الدمرداش، استاذ الاقتصاد الزراعي بالمعهد العالي للتعاون الزراعي.